الحاج إذا خرج في يوم التروية يريد أن يخرج إلى الحل من الحرم، يريد أن يخرج إلى عرفة، فهل يلزمه طواف وداع أم لا؟ لا يلزمه طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى منى ثم إلى عرفة ولم يطوف طواف الوداع. فإذا قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام ما زال في نسكه، قلنا لكن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم حلوا من إحرام العمرة لأنهم لم يسوقوا الهدي وابتدأوا الحج من جديد في اليوم الثامن، ومع ذلك ما أمروا بأن يذهبوا إلى البيت فيطوفوا طواف الوداع. فليس طواف الوداع في هذه الحال مشروعا. نعم.